الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه والداعين بدعوته والسائرين على منهجه وشريعته صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله. أوصيكم إخوة الإيمان ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته ولزوم عبادته وكثرة مخافته ودوام مراقبته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث نبوي جليل: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برايت بسلمان قشكت بسلمان البرهي أم دعاش رب العالمين كان بيك وأمهمي رب العالمين طاعة عبادة ما قبلك زيدي وبركت رب العالمين خراب يتما سر محسبنا كتن قنه يتما السر محسبنا كت إن شاء الله تعالى رب العالمين ما تركت حلالي برما ندت حرامي أم دعاش خذي تعالى كين أو رزقي رب العالمين دا تمام رزقك وصابت مي حلال بيتي ظلال بيتن كو أم خوشي بينينو نبت سبب نكدي وسبب نخوشي يعني ولي بتن كو جينا ما يا بطام بتن ويا بلزد بتن ويا بخوشي بتن. فرب العالمين كسبا ما حلال كتن هر نوعي كسبيبة يعني حتى وظيفة حتى يعني معاملة رب العالمين والمبكة تنكو أم بوريق وحلال كين دا أم تشيقون هي نبي وحرامي جنين ند مالي تخوضة أشتو بقرش عاملي وحتى بقهيتا موظفي حتى بقهيتا أعلى رتبة مجتمعي دا وهميش رايحة أم دعاش خذي تعالى كان خذي تعالى ما قهم كتسر حلالي وما دير بختمش حرامي تخسيري وغش وحيلة وحوالة يعني أف ريكت آلوزة يتني الشرعي رب العالمين إن شاء الله سر ما بقريت وان ريكت خلت وريكت خير البرمة فكت إن شاء الله تعالى رزقي ما حلال كتن ضطاعة ما قبل بتن دعي لما خذي تعالى بما بصالحينة نسام دعاش خذي تعالى كان رب العالمين جحلت ما بوريزة خرابيه ورب العالمين توفيق الطلبة بدت تهمي مراحل الدراسة دا رب العالمين هاريوان بكتن وام دعاش خذي تعالى كي نواية وان ونية وان ابو خير بن بو اواكرنا بو خلمة دين اخو ووطن اخو هربك رب العالمين دفيتن ورب العالمين حسكت ان شاء الله تعالى. فرب العالمين هاري كاريوان بالسربي اساسي خيري ويباشي ان شاء الله تعالى. أم دعاش خذي تعالى كن بيفا رب العالمين بارانك خيري يا بركت بدارج تسر ولاتي ما ولاتي بسلمان الهمي عدا. أم دعاش خذي تعالى كن رب العالمين أسباب نهاتنا باراني شناف مراكت شكاويجي مرتبطة بأسبابها. أوان قلناها أفيت وكو أم تشد بيني فرب العالمين شناف مراكت وبري خيري خزينة عرض عسمانا رب العالمين السر بسلمان فكت إن شاء الله تعالى. بارانا خير يا بركته يا فايده يا مصلحته متى دابت هندي خذي تعالى دبيت ان شاء الله تعالى حتى يعني بسلمان بيشن والله ابا بس فرب العالمين بدت ما ان شاء الله تعالى. رب العالمين بركته بختا مو مالت مو عيالي ما مجتمعي مو يعني مجتمعي بسلمانه ويميل فيلي بوجيري ما رب العالمين قلناها شناف مراكه تنقلي بسلمانه دا أمت شيء بلا مصيبة نبين. فرب العالمين ما قاهم كتن سر خيري وباشي وقنجي وام دعاش خذي تعالى كان رب العالمين نفيون شناف مراكة محبتي فيون ناف ما بيدا كتن
اف تفرقة و اف فرق جدايا و اف ململانا اتنف مدى و نف بسلمانا دا رب العالمين راكت ان شاء الله تعالى هم يبكت اي دل اي قالب ابو خلمتا ديني و خلمتا دنياي بو نعمت الدنياي و نعمت اخرتي و ما هي مطلب ما اوش رب العالمين بكل تواضع وبكل اخلاص رب العالمين حشمت كتن ورب العالمين معفوكتن وام دعاش خذي تعالى كان رب العالمين رازي بنا خبكة نصيب ما خشية دنيا يبدت ما والبن دنيا ما هم يبدت جهي خشية كبحشتا خذي تعالى يا إن شاء الله تعالى قال بيغمبرة عليهم الصلاة والسلام قال أولياء قال صالحين قال مقربين قال الشهداء وام دعاش خذي تعالى كان رب العالمين ما قاهم كسر باشي أبي وكو تعدايل ما بكتن جبر ديني ما وجبر دنيا ما رب العالمين ويتعداي بخيتة مالت واندا ودلت واندا والظلم وان بخيتة ستوي واندا والظلم وان سر مراكة وحتى بجين وكي عالمي ترحت وأو بلا خش ما ذكن أف بيدينا وأف ظالمة أف معتدية أف طغاة أف مجرمين رب العالمين أجري بردتوان هروكي أو أجري بردنا بسلمانه آمين يا رب العالمين بسلمان عزيز خطبة دوي سر موضوع معاملة وخاصة كيشاني وبيفاني جاركي أولا وقبل كل شيء رب العالمين سبحانه وتعالى في عليائه بمصلحة ما وبباشية ما أمر مكة رب العالمين أمر مكة كو أمت عادل بين أتكرينو تفرود نتخودا كيشانو بيوانيت خودا معاملة خودا شول خودا ام حلال خوربين ام حرام خورنبين والعياذ بالله چنكي اوي طمعي هبيد برازبين خود تعالى سبحانه وتعالى وريكا خير وياباشي الدنيا دا واخرته دا او كسيقوي خودة رب العالمين سبحانه وتعالى مطيع رب العالمين رب العالمين امري متكتكو امت ام يعني وفادار بين السر معامله خو سر معيشته خو هر شولي ام بكين حقي وشولي بديني ومقابلي وشولي ام حقي خو بالصينين ووي حقي ام استعمال بكين نا مثلا على سبيل المثال موظفك تششول ناكتن بطال وعطال وسري هيدي معاشي خوستينت فرب العالمين ما بارزتش حرامي حرامك مطلقه والعياذ بالله مقابلي تشتصطيني وكذلك حيل حوالات طرازية دوت كيشاني دوت بيفاني دوت معاملة دوت يعني غش وحيلة وحوالة والعياذ بالله رب العالمين عملي ماتكت أم طراز بين أم نصاح بين أم ناصح بين بويكودو أم شفافية مهبت أم عادل بين البرند خطبة شوي مقدمة يكسر هالموضوع كيشاني بيفاني ومعاملة ما تقليكودو يعني نا معاملة ما تقرب العالمين كي معاملة ما تقرب العالمين أو تشبي نبيد معاملة عبدية تقل معبودي يا مخلوقية تقل خالقي فيت يا راس ودرز بتنا أما معاملة ما تقل يكدو دي سال عينا لازمة يا بشفافية بتن يا بعدالات بتن حقي بتن بي ميلو بي حيلو بي توجهات معينة وبي يعني حسيب كاتم الله هما زي كل في الكل مو هما بو من هما هم حلالة وبو خلكي حرامة بو من درستة وبو خلكي وإلى آخره ده بين نروف بصلمان بتن محاسبة خوب كاتن آية أف مالي أستين ما مال دا أذي باري أذي رزقي أذي مالي أبي أصحصل كم أين من أين چنكي أبا همي حبة حبة دندك 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 رب العالمين دي حم محاسبة ما كاتن آية من الحلال أو من الحرام دقوهما بلا ليبتن دنيا بلا مسادانة بتن دنيا 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 دجمنة دنيا غدارة دنيا دوارة دي مرين ودي حوالي محكمة خدي تعالى بين وهزيت خوبكن ودعوة من أوى جن جن جنت ما يتبصلمون هوري ظلام أبكن هكا ظلام زاني تشتكي خلت انت مال دا بيشتي نينا مال ما توشي حرامي نكا يلا دا تعاول ما بين عائلها بتن ما بين جنا وما بين ميرا يعني بظن نهر بيشتي هر بينا عافية بوتا الله هيتو زيلكي وبينا وبدون سري ف يعني رب العالمين قناعتي